بدأ الجيش الإسرائيلي عملية إغراق أنفاق غزة باستخدام مياه البحر، وفق تصريحاته التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، وأعلن عن أن هذه العملية تهدف للقضاء على حماس وقوتها العسكرية الكامنة تحت الأرض، وأن هذه العملية سرية للغاية ولا يريد الإفصاح عن تفاصيلها إلا حين الانتهاء منها. لكن الكثير من المحللين العسكريين ومنهم محللون إسرائيليون طرحوا عشرات الأسئلة التي تشكك في هذه العملية بشكل واضح. لمن لا يعرف جغرافيا قطاع غزة، فهي مدينة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط من شمالها إلى جنوبها، يحدها البحر من الجهة الغربية بشكل كامل، تتمتع بتربة رملية في معظم مناطقها القريبة من الساحل تحديدا، وهي بالمجمل مدينة صغيرة جدا لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومترا مربعا. تدعي إسرائيل أن شبكة الأنفاق الموجودة فيها يبلغ طولها 480 كيلومترا، تتضمن مداخل ومخارج تغلفها أبواب صلبة جدا، يصل عمق بعضها إلى 12 مترا تحت الأرض، مما يجعل التعامل العسكري معها أشبه بالمعجزة أحيانا، لأن هذا العمق يحمل الكثير من المفاجآت، كما صرح محللون يتبعون للجيش الإسرائيلي، حيث قاموا بتركيب مضختين إلى 5 مضخات تقريبا تمتد من البحر إلى بعض الأنفاق. لكن الأسئلة التي تدور حول الأمر هي كالتالي: هل لدى إسرائيل معلومات كافية حول أساسيات بنية شبكة الأنفاق في غزة؟ ما إذا كانت عنكبوتية متصلة أم منفصلة؟ هل تمتلك إسرائيل أي تفاصيل دقيقة حول ما إذا كان هناك فروقات في مستوى عمق الأرض مقارنة بمستوى مياه البحر التي سيتم ضخ المياه منها؟ هل لدى إسرائيل معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت هناك أنفاق وهمية وأنفاق حقيقية موجودة بالفعل؟ أين تتواجد المداخل والمخارج الأساسية للأنفاق؟ ما مصير المحتجزين الرهائن لدى حماس في حال تم إغراق الأنفاق؟ أم أن إسرائيل لا تريد أسراها بالفعل؟ هناك الكثير من التساؤلات التي أدت لاضطراب صعب في الوسط الإسرائيلي، وبالتحديد في قضية الرهائن التي أوصلت المجتمع الإسرائيلي إلى قناعة أنه لا يمكن تحريرهم إلا من خلال صفقات تبادل مع حماس، ولن يستطيع الجيش فك أسرهم بالقوة. هذا ما أثبتته العمليات البرية الممتدة على مدار شهرين، حيث لم يحرر من خلالها أسير واحد حتى، بل على العكس فقد قتل الكثير منهم. يرجح الخبراء العسكريون حالة الفشل الذريع التي ستتكبدها إسرائيل في حال استمرت عملياتها البرية داخل غزة، وفكرة إغراق أنفاق حماس أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. فقطاع غزة بالمجمل يتمتع بتربة رملية قد تتسبب بخسائر فادحة في الآليات والجنود المتوغلين براً حال إغراق مساحات كبيرة من الأنفاق على اعتبار وجودها تحتهم، وسيؤدي ذلك إلى سقوط الآليات وسيمنع حركة تقدمها وتحقيق مزيد من التوغل البري داخل القطاع، مما سينعكس ضرراً عليهم أكثر من حماس. وأهم النقاط التي ركز عليها المحللون هو بعد المسافة بين سطح البحر والمناطق البرية التي تتواجد فيها الأنفاق، ما سيمنح فرصة كبيرة لرجال المقاومة للعمل على قطع الأنابيب والمضخات، مما يعني أن هذا الأمر ينذر بالفشل الذريع لخطة جيش الاحتلال في غزة.